يو 7 باي ارخص واضمن موقع لبيع كوينز فيفا 20، سريع بالتسليم وامن ومضمون من الباند والتصفير، وطبعا لا تنسى تستخدم كود الخصم الموجود بالديسكربشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا روس جيمر، معكم اليوم مقطع جديد بالقناة وتحدي جديد، تحدي باكجات مع ملك الباكجات اللي هو الشنب. اهلا وسهلا فيك، منور القناة. بس ما عندي انا اليوم، راح تندعس. ها انا عم بقول بس من الاول، ايش انت ملك باكجات عندك بقناتك، عندي ما فيها الكلام. انا ملك، انا مصخبطي بحظ زبالي والله. واحد طالع له سن، صار طالع له مليون لاعب من اول لعبه، وانا انا بتفرج هيك، طلع لي بس جريزمان. مونتاج لا تصدق. طيب اشرح لهم التحدي هيك، خليني يفهموا 100%. طيب يا شباب، انا منار بدنا نتحدى نشوف مين حظه احسن في الباكجات، مين ملك الباكجات بينه وبين منار. بكل بساطه عندنا نوعين من الباكجات بدنا نفتحهم انا ومنار، اللي بيجيب ريتنج اعلى في كل باكج بنحسب له نقطه، عبين ما نخلص الباكجات وبنشوف مين اللي فايز. حلو، بسيط جدا، بسيط جدا. معنا 8 باكجات ميجا و8 هي لاعبين ذهبيين استثنائيين، 16 باكج ممكن يكون هدول هن الباكجات اللي راح نفتحهم، فراح يكون كمجموع 16 باكج. ان شاء الله يجينا لعيبه ممتازين، فلا تنسوا اللايك واشتركوا بالقناه، وايضا قناه الشنب تحت بالديسكربشن ضروري جدا، روحوا واشتركوا عنده وشوفوا المقطع الاياب اللي راح ينزل ايضا بقناته. حظ زباله في الميجا بصراحه. يلا واحد، ها اثنين ثلاثه، روح. بسم الله يا رب يا كريم، يا رب شاد صرت تقول لي ووك اوت وبشو، فكك من الحكي الفاضي. شاشات شاشات والله، يعني اكلت مقلب مرتب انا بصراحه. ليش طلع لي هذا اللاعب البنفسجي الهيرو؟ كنت مفكره من تبع دوري الابطال. هو اعلى ريتنج؟ لا ثواني، لسه ما راح اشوف مين اعلى ريت. طيب يلا شوف. يا رب يكون في لاعب ريتنج عالي، يا رب يا كريم. ايوه ماشي، ها اعلى ريت 82 82 1-0 لك، لانه انا 80. اوه لهالدرجه؟ والله لهالدرجه. بقول لك مونتاج حكي فاضي. بيجيب سعر الكويك سيل، ما في مشكله، سجلوا عندكم 1-0. انا حظي بهي الباكجات سيء، ها للعلم يعني، انا حظي فيها كويس، فالمفروض هاي تكون نقطه لي. والله اني عرفان. ولا حتى شاشات نفس اللاعب مرة ثانية. وحد الله، مرة ثانية هذا الهيرو؟ لا ال 82 نفسه كمان؟ أنا 80 بس واحد غيره. أوح عندي 4 لعيبة 82، 5 لعيبة 82 بالباكج، ولا واحد شاشات، ما شاء الله عليهم. قد الريت عندك؟ 80 يعني 2-0 لك. صحقا سجل عندك. بدك ترجع؟ ناوي ترجع ولا نكمل؟ والله ما اتوقع، خلينا نشوف. نرجع للميجا. طبعا في باكجات، في لعيبه دوري الابطال ماني وكذا لاعب هيك وسون، بركي بيجيني شي لاعب منهم. يلا هاي على الميجا، ويلا افتح ان شاء الله. والله غرب بسط لك والله. والله انا عم بسط لك، بس نص بالنص سعر اللاعب. طيب اوكي. يلا هاي باكج ميجا. اوه يا رب فتحت؟ ايه فتحت. يلا افتح انت. يلا. سامع صوت ووك اوت. اوكي ووك اوت، شاشات عادي، وانا شاشات. يا رب يا رب. لا قدرت عندك. فكير 84. لا انا 83، حرام. انا حارس. اوكي 2-1 صح؟ 2-1. يلا مبروك عليك النقطة. طالعة. افتح فتحت. يلا فتح. الحق وتلحق. بسم الله. اوه يا رب. ها 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 يا اخي، هات ووك اوت يا اخي. الله ياخذ الحظ. يا رب سي بي. طلع لي فرنسي، قلت لحالي بركي سي بي. كم الريتنج؟ 83 للمرة للمليون. وانا كمان 83. يلا نقطة بنقطة. عندي لاعبين 83، بصير ازيد نقطة؟ لا ما بصير ازيد نقطة. خلاص اوكي. بنحسبهم مش وخلاص، صح؟ بتضل 2-1. لسه لهلا 2-1. يلا عد. يا رب. ولا من غير؟ ولا ووك اوت لهلا، ولا ووك اوت. فتحت انا. طيب يا حبيبي يا حبيبي. اوكي ووك اوت بليز. يا اخي هات ووك اوت يا اخي. طلع لك شاشات يعني، يا اخي انت اخذت النقطة، مبروك عليك. جد؟ والله انا اخذتها بقوه، معلش. قد ايه؟ 85؟ 85 ريكاردي. والله مبروك. مبروك. حسني قلبي انه هذا ووك اوت. بسم الله. اوكي. يلا ها. لا 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 لا. انفورم طلع لي.
فورم انا عادي. بس كم من ريتنج تاو؟ 83. بس ثواني نشوف بركي في حدا اقوى. شوف طيب هذا ممكن يجيب سعر اصلا. لا والله اقوى واحد 83. وانا كمان 83. تعادل 3-3. لا اله الا الله. طيب يا اخي ما نقول انه وياك نحسين لهالدرجه ما يجينا ولا ووك اوت في المقطع. والله ولا ووك اوت اليوم لهلا. يا الله ياخذ الحظ بقى. لسه كل شوي شاشات. يلا ياخذ الاسبان شاشات يعني. ايه طلع لي كاسياس. انا 82 كان احسن. اوه الحمد لله الحمد لله. يلا انا 83 كاسياس. جيد جيد ما راح اقول لا. طيب انت 82 مين مين طلع لك اي لاعب؟ مش عارف اسباني صرت اعمل له كوكسل ولا اخذته على النادي زيد. عادي. يلا هاي صارت 3-2. والله صعب صعب ماني ضمنان شيء. هلا اذا جاب نقطه ممكن يتقدم علي. يلا نرجع لبرايم. يلا برايم ليتس جو. يلا افتح. بسم الله يا رب. اوك اوت واحد بهالحلقه معقول عن جد مره واحده في الحياه. واو اوكي ما في شاشات. اوكي واو ما في شاشات. انا الشاشات. مبروك عليك النقطة. أنا شاشات. طلع لي بوليتانا 82. أكثر لاعب بكره لما يجي بضايقني عن جد. مين؟ خضيرة. خضيرة النحس. ميجا يا كبير. يلا ميجا افتح نشوف. ميجا أنا المشكلة بخاف من ميجا يا أخي مستحيل يطلعوا لي. أنا بحب الميجا. أنا بحب الميجا. أي والله إني بحب الميجا. شكرا لكم. هاتوا هاتوا. أو ماي جاد. يا رب يا رب. لا 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 مو ال إم مو ال إم ولا إس تي يا أخي ما بدي. طلع لي ووك اوت من دوري الابطال جد؟ ايه 84. مين؟ مانزوكيتش. لما جابوا كرواتي ما عرفوا يجيبوا مودريتش. لا راحوا جابوا لي مانزوكيتش. مانزوكيتش دوري الابطال العادي 85. ايه دوري الابطال العادي خيمينيز معه 85. يا عيني والله حلو. يلا هذا اول ووك اوت صح انا نسيت. بس هي بطاقة دوري الابطال نفس البطاقة العادية ما عرفت شو فائدتها بهالحياة. بس بضل لعب بضل لعب ووك اوت. انت انت شو جبت ريت؟ 81. طيب قديش صارت النتيجة هلا؟ 4-3؟ 1-0 لك. 4-3 ماشي فرق نقطة. فرق. رجع البرايم لنشوف البرايم. البرايم برجعني هسه هسه البرايم برجعني. شوف كيف انت البرايم وانا الميجا. هو هيك هيك صفى الموضوع. صار اسم الشنب البرايم. الله بقى. يا اخي انا ما في غير باكجات الميجا اللي بتجيب لي حظ. ووك اوت يا اخي. مغلب حالك مغلب حالك. ووك اوت. الف مبروك عليك النقطه. قديش الريتنج؟ الريتنج 83 شاشات. انا 82. طيب المهم رجعنا تعادل. يلا فتحت. الميجا هي الحظ فيها. الميجا هي الحظ فيها. لا هات لنشوف. بسم الله والله هي الميجا. انا بحب الميجا يا رب. لا اله الا الله بقى. برتغال بعدين معلم. ماخذين نسيسو يا جماعه مش هيك. يلا 83 ريت. 79 بالصلاه على النبي. 79 مكتر والله عن جد. يا مش عارف حاسس حالي فاتح باكج ابو الخمس خمس شلون والله. محورين برتغاليين. هلا بترجع هلا بترجع بتتعادل. جهز حالك جايك لبرايم. يلا برايم جايك لبرايم. يلا برايم ووك اوت. بسم الله. هذا حاسسني قلبي رح يجيني شيء. انا هيك حاسس يا رب. شت حتى برايم ما يجي شيء. اوه يا رب. يلا يلا ها. يا الله يا الله بقى. يا رب ار دبليو. لا 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 ايش طلع لي ويلزي بعدين سي ام. اوكي ابلع. يا اخي قد ايه بيجي بيل؟ كان غالي بيل لو طلع لي رمزي. يا اخي ما بدي اياك. الكل بتجحفل في رمزي هذا الحيوان. طالع من خرجنا والله حرام والله حرام. يا اخي لو كان ار دبليو شو كنتوا خسرتوا؟ يعني مو وكات بس بيجيب سعر 83 ريت. قديش عندك الريت؟ 79. فرق اثنين صار. فرق اثنين يا وحش عن جد. باقي بك جاي من كل نوع. ها باقي بك جاي من كل نوع. يلا ميجا روح طالع. يلا افتح ميجا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. حاسسني قلبي ما في شيء بهالباك. لنشوف. والله هيك كنت حاسس. والله فرصه يكون في شيء بصراحه. بليز والله كنت حاسس. بليز يا اخي هات ووك اوت يا اخي. وبعدين يلا الف مبروك عليك النقطة. المشكلة لا الريت عندك 83. انا 82. شوف انت حتى لما ما يجيك شاشات اقل ما فيها بيعطوك 82. انا 79 مش فاهم ليش. والله ما بعرف. بس يجي الشيء تخيل الوكاوت الوحيد اللي اجاني سعره 3 ولا 4000 كوينز. معقول يعني
والله مو كلام. خليها والله احنا مسخبطين احنا والله حظنا زباله. رجعنا للبرايم. رجعنا للبرايم. هسه التعادل. هسه التعادل. بسم الله. ايه ان شاء الله اول ان شاء الله. هلا بس يجي ووك اوت نشوف. بسم الله يا رب. الله ياخذكم. الله ياخذكم. ابدا ابدا مستحيل ووك اوت خلاص ما راح يجي. طلعوا لي ماني قبل يوم مستحيل يجيبوا لي شيء كويس. طيب ادريت عندك في شاشات اول شيء؟ في شاشات. اه مبروك عليك النقطة. اوكي 83 انا طلع لي 81 لحد الان انا ما نزلت هذا قريت بيطلع لي 81 لا في 82 معه بالباكج في 82 بس ما بيلمع هيك تعادلنا صح؟ تعادلنا سبحان الله تمام فرق نقطتين بيرجع بيتعادل شوف هسه باكج ميجا وباكج برايم عاد انت وحظك نشوف هيك مثل الناس ولا شيء لا 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 راحت النقطة شكلها لا لا عندي برضو فيش شي في الميجا الميجا هيكون 70 82 لا يا شيخ لا هذا اللعب طلع لي اليوم كم 80 برضو بتربح النقطه 78 والله لهالدرجه لهالدرجه الميجا معاي دائما عمره ما اجاني شيء في الميجا هي اكثر نقطه ما توقعت اربحها جد انا الميجا عمره ما يزبط معاي والله الميجا دائما انا مزبطني هذا البرايم اللي ما عم يزبط معي يلا برايم اخر باكج حيت من المتعاد متوفره يلا اخر باكج يا بنتعادل يا بنخسر اذا تعادل انا فايز يعني على الحالتين اذا فزت او تعادلت انا فايز بس الخساره هي اللي راح تنكبني شوي تعال نشوف يا اخي هات ووك اوت الله ياخذكم لا 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 يعني معك شاشات معي شاشات طيب تعادل هيك تعادل والله ال 82 خال 83 كراسكو الله يقرفه مالنا غيرهم باكجات الحلوين باكجات 7500 يحسموا النتيجة مالنا غيرهم أنا برأيي خليهم 3 باكجات مشان يعني مستحيل يكون أو صعب يكون في تعادل باكجين ممكن واحد واحد بس باكج واحد بعرف حالي رح أخسر طب 3 يلا 3 افتح الأول نشوف Let's go Let's go Let's بسم الله بسم الله هدول مستحيل يجيبوا شيء خلاص تخيل والله أنا يعني بدي أقول تخيل بس يعني صعب يلا ها انا حظي حلو بالسبعة ونص على فكرة اوه ماي جاد لا ايش الريتنج استنى في واحد عميل مع 75 لنشوف اذا اللي ما عميل مع فيه او 76 على واحد على واحد 76 انا 78 تشامبيونز ليج والله اول مرة شوف عندي 2 75 واحد 76 شوف الحظ المعفن للدرجة طيب هلا انت اذا اخذت الباك الجاي فجيجي خلاص كون فزنا بس ما اتوقع اخذ تخيل يجيني طيب ايكون فيه افتح عشان يكون لا ايكون ايكون مره واحده شت شت لا ما في لعبه ملمع حتى ولا oh بس والله ريت الريتنج تاعه كويس مع انه ما بلمع او ماي جاد لا لا ارجوك لا كم بجاك جاني ثواني خليني اتاكد 78 78 ايه انا 77 الباكج الفاصل خلا هلا بيجينا نفس الريت هلا شو اكون او لا اكون يلا فتحت انا يا رب ارجوكم ارجوكم لا يا الله لا 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 يا رب يا كريم يا رب انا بلمع اتليست او شيت او شيت والله الله يستر كم على ريتنج الله يستر 76 78 الله والله حرام يا اخي اقسم بالله كل الباكجات معفنه اليوم شو الحظ سوري جيمر انت لازم تفهم شغله هذا لازم افوز يا اخي كنت فايز بفرق نقطتين شو اللي رجع يعني شو اللي خلاك ترجع والله حرام هاي فجاه سوي لي حظي معفن بالباكجات البرايم البرايم الف مبروك عليك انا مالي زعلان لانه كان حظي سيء لو انه كان حظي ممتاز انت فزت خلاص اخضع للامر الامر الواقع راح اخضع راح اخضع هذا الكلام راح اذكرك فيه بنهايه المقطع لقناتك ان شاء الله خير يلا الف مبروك عليك على العموم اضغطوا لايك واشتركوا بالقناه وقناته تحت بالديسكربشن اذا حابين نعمل تحديات زياده فوصلونا اللايكات عليه بدنا نوصل هيك قديش يعني 15 20 الف لايك شو تمام ولا كيف يعني 50 كويس والله 1050 بيوصل 50 كان بها لانه اخر مقطع عملناه من زمان بايام فيفا 19 وصل لايكات عليه فشكرا للجميع على متابعه المقطع اذا حابب تقول لهم هيك كلمه بالنهايه فتفضل قول شباب ما دائما نتشحوت شباب لايكات فرج رب المقطع لايكات وخلص بس هذه بكل بساطه شكرا شباب على متابعه المقطع بس هذا اللي كان عندنا اليوم في امان الله سلام
Cheers.